فريق مفصل للمراكز العشر الاوائل منذ البدايه وحتى خط النهايه وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناه دبي ريسنج. نتابع مقدمه هذا الشوط وارى الان مصيحان في المركز الاول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد ال مكتوم بقياده المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثاني نشوان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر راشد بن سعيد بالقافرية. وفي المركز الثالث نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحد الهاجري. وفي المركز الرابع مغامر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن خميس الغويص. وفي المركز الخامس يغير إلى المركز الرابع في هذه اللحظات الذيب لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي المركز الخامس في هذه اللحظات. أرى الحاسم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس مغامر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر حمد بن خميس الغويص. وفي المركز السابع السفير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثامن بحر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سيف بن أحمد بن خريدة. وفي المركز التاسع زمام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي. وفي المركز العاشر نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف بن لاحد الهاجري. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط والتغييرات. نشوان بدأ ينتشي ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر راشد بن سعيد بالغافرية. وفي المركز الثاني في هذه اللحظات أرم صيحان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثالث نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب بن لاحج الهاجري. وفي المركز الرابع سفير الجعادين موجود في الميدان، السفير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الخامس بحر وجزر ومد عندنا هني اليوم على أرضية هذا الميدان، يغير وينتقل إلى المركز الرابع بحر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سيف بن أحمد بن خريدة. وفي المركز الخامس نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. وفي المركز السادس السفير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السابع مغامر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن خميس الغويص. وفي المركز الثامن الذيب لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع الحاسم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز العاشر في هذه اللحظات أرى رياض لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، وبنرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط وإلى نشوان. لا زال منتشي في مقدمة هذا الشوط. نشوان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر راشد بن سعيد بالغافرية. وفي المركز الثاني بحر
بحر يا سلام، وبدل موج بدل موج يطلع على مقدمة هذا الشوط يا سلام. بحر لي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سيب بن أحمد بن خريدة، وفي المركز الثالث نجد، نجد وعنده النجدة، نجد متواجد في المركز الثالث لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر المنتشي مطر بن سيب اللاحد الهاجري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع أيضا هنا نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحد الهاجري. وفي المركز الخامس السفير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس الذيب، الذيب لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز السابع المتحد لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بالعتشوي العامري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن، المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن مروشد. وفي المركز التاسع، المركز التاسع اللي في المركز التاسع زمام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز العاشر معري في المركز العاشر لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط بقيادة نجد. يا سلام، نجد على أرضية هذا الميدان، واللي بن نجد يتصل على 3 تسعات. يا سلام، العنوان نجد انتاج النخلي وموجود على أرضية ميدان المرموم. نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحج الهاجري. الذيب غادم، الذيب غادم، الذيب لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث عرب حر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سيب بن أحمد بن خريدة. اللي في المركز الرابع، المركز الرابع الفارس غادم بقوة، الفارس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد. قادم غادم بالفارس، غادم بالفارس. يا سلام، يا سلام. أرى أيضا المركز الخامس المتحد اللي اسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بالعتشوي السلمي. هذه النتيجة، هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. والذيب، الذيب يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. والذيب ذيب، الذيب ذيب. يا سلام، والذيب يضوي، يضوي بالناموس، يضوي بالسلامات، يضوي بالأداء الجميل. يا سلام، الذيب لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يوفن السبق ولا يخلف النعم بالواثق وتضميره. مشكور يا ابو حمدان على اداء هجن العاصفه، مشكور على هذا الاداء الجميل الذي يقدم لنا في كل مكان وفي كل زمان. نشوف الغدوم في المركز الثاني، الغدوم من نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقياده المضمر مطر بن سيب اللاحد الهاجري المنتشي، المنتشي لاحق الواثق على مقدم هذا الشوط. يا سلام، لكن الذيب، الذيب ذيب وهو في مقدمة هذا الشوط. يا سلام، يا سلام، يا سلام على الذيب وعلى أداء الذيب. الهاتريك لهجن العاصمة، تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا أيضا للمضمر حمد بن رايد بن حمد بن غدير الاجتبي. نجد في المركز الثاني لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم. المركز الثالث لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم. المركز الرابع السفير لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. التوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان، ساعة وصول
الذيب إلى خط النهاية بعدما احتل المركز الأول قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وغادر 9 دقائق 50 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للجميع والناموس.